فيلم جرين زون. تبدأ قصة الفيلم بسنة 2003 وهي احتلال أمريكا للعراق وإطاحة بنظام صدام حسين، ونشوف غارات جوية على مدينة تكريت وبغداد، ونشوف بيت اللواء العراقي محمد الراوي اللي تكون عليه هجمات جوية. فالحراس يقولوا له إنه سيارات جاهزة ولازم يطلعون بأسرع وقت ممكن. فالراوي يكتب شيء بالدفتر وياخذه وياه، وبعدها ينطي الدفتر لواحد من حراسه. وبعد مرور 4 أسابيع نتعرف على الضابط ميلر وهو وفريقه رايحين المدينة الديوانية حتى يهجمون على مخزن الأسلحة الدمار الشامل. ولما يصلون لهذا المكان يلتقون فريق ثاني مشتبك ويا الجيش العراقي. فميلر يطلع الخرائط اللي تحدد مكان الأسلحة ويسأل القائد الثاني عن كيفية دخول المبنى. فالقائد يقول له ان اكو قناص بالطابق الخامس وما جاي نقدر نقتله حتى ندخل. لكن ميلر يقول له احنا لازم ندخل البناية قبل ما تنفجر أسلحة الدمار الشامل بالاشتباكات. فالقائد يقول له احنا اذا نريد ندخل فندخل على مسؤوليتك. وبالفعل ميلر يوافق، وميلر يبدا يشرح لهم الخطة. وبعد معركة جدا شرسة قدروا يتخلصون من القناص ويدخلون للمبنى. ولما دخلوا يلقون المكان فارغ وماكو اي اثر الاسلحة الدمار الشامل او اسلحة كيميائية. فهنانا يطلع ميلر ويبوع بالخرائط ويشوف الاحداثيات صحيحة، فيقول لهم منو مخلي هاي المعلومات، وقالوا له انه اللي مخلي هاي المعلومات هو مصدر من الامم المتحدة. فميلر يعصب ويقول لهم انه هذا ثالث مكان نروح له ونلقاه فارغ. بعدها ياخذ فريقه ويروح للقاعدة اللي موجودة بمطار صدام حسين الدولي، لان راح يكون بهاي القاعدة اجتماع للقادة. ولما يوصل ميلر يسأل العقيد عن مصدر المعلومات لان المصدر غير موثوق والمكانات كلها فارغة. فالعقيد يقول له عوف مصدر المعلومات واحنا لازم نلقى اي شيء على مدمن تورط ويا القادة. وقال له انت لا تحكي بموضوع المصدر ابدا لحد ما ارجع انا من الاجتماع واشوفه. وهنانا يبدأ الاجتماع بمناقشة العمليات اللي راح تصير بالايام الجاية. والمتحدث باسم العمليات يقول انه العملية الجاية راح تصير بمدينة المنصور بداخل بغداد. فميلر يقاطعه ويسأله عن مصدر المعلومات، والمتحدث باسم العمليات يقول له انه المصدر موثوق 100%. فميلر يجاوبه ويقول له المصدر غير موثوق لان انطونا 3 معلومات لثلاث اماكن مختلفة، ولما رحنا لهاي الاماكن ما لقينا شيء. فالمتحدث قال له احنا متأكدين من مصادرنا، والقائد العام قال له انت عليك تدور وتنفذ الاوامر بدون اسئلة. وبعد ما خلص الاجتماع يوقفه واحد اسمه مارتن من السي اي اي او يسأله عن العملية اللي راح ينفذها بالمنصور، ويقول له انت راح تضيع وقتك هنانا لانه المنطقة هاي راحوا لها فريق بيولوجي قبل شهرين وهم دوروا هواية لكن ما لقوا شيء. وقال له هذا الكارت مالتي اتصل بيه اذا لقيت شيء. وقال له انت كلامك كله صحيح لان اكو شيء غريب دا يصير، والحرب ضد العراق مو هدفها اسلحة الدمار الشامل وانما هناك اهداف اخرى جاي يصير عليها الحرب، ولازم احنا نعرف الحقيقة باسرع وقت ممكن. وبهاي الاثناء يكون تجمع للصحافة بمطار صدام الدولي وهم ينتظرون وصول الزبيدي من خارج العراق بعد غياب 30 سنة. ولما يوصل الزبيدي يلتقي برئيس وحدة المخابرات التابع للبنتاغون واللي يكون اسمه كلارك. وبهاي الاثناء تجي صحفية امريكية اسمها لوريا وتسأله عن مصدر المعلومات بالعراق، فيقول لها المصدر الوحيد شخص اسمه ماكيلان وهو موجود بمكان امن. فالصحفية تقول له اني اريد اقابله لانه انا ما جاي اصدق بيكم، لكن هو يجاوبها ويقول لها انت لازم تثقين بي. وبنفس الوقت يطلع ميلر وفريقه للمنصور حتى يستكشفون المكان اللي صارت عليه المهمة. ولما يروحون بنص الطريق يشوفون الناس غالقين الطريق لانه ما عندهم مي وهم دي يدورون على مي للشرب. فواحد من الجنود ينزل ويحاول يبعد الناس بالعنف، لكن ميلر يرفض تصرفه ويحاول يرجعه. وبهاي الاثناء ننتقل للمكان يجتمعون بيه القادة العراقيين، ويروح لهم اللواء محمد الراوي ويظهر انه اكو شخص عراقي مراقبه. بعدها هذا الشخص يركب سيارته ويروح. وبهاي الاثناء نروح الداخل الاجتماع، ومن ضمن ذول المجتمعين شخص اسمه سعيد حمزة وهو يقول لهم ان المعلومات اللي عندنا انه الرئيس صدام حسين هارب حاليا، ويقول لهم احنا لازم نتصرف لانه القرار اللي راح نوصله هو اللي راح يحدد مستقبل العراق. بس هم بيناتهم يختلفون بالنقاش ويبقون يتجادلون، لكن اللواء محمد الراوي يقول لهم انه الامريكان ما يقدرون يحكمون العراق لوحدهم او شيء، اكيد راح يحتاجونه ويقدموا لنا عروض هواية على مود نشارك بالحكومة الجديدة. ويقول لهم اذا هذا الشيء ما صار فاحنا لازم نحاربهم. وبهاي الاثناء يكون كلارك مجتمع بالقصر الجمهوري ويا جماعة من القادة والمخابرات الامريكية، وهو يتواصل ويا سلطة الائتلاف المؤقت ويريدون شخص يمثلهم، فيقرر يرشح الزبيدي المنصب كبير بالدولة. بس مارتن يعترض على كلامه لانه الزبيدي كان خارج العراق لمدة 30 سنة وما يعرف شيء عن احوال العراق، ويقول لهم انه كل الاشخاص اللي تم استخدامهم على مود المعلومات كانت معلوماتهم غلط. بس كلارك يقول له انه الزبيدي هو الشخص المناسب لان هو صديقنا وصديق كل القيادات الامريكية والقيادة الامريكية موافقة عليه. اما هسه فنرجع لميلر وجنوده يبلغوه انه اكو واحد عنده معلومات خطيرة ويريد يحكي وياه. فهنانا ميلر يوافق انه يلتقي بهذا الشخص، ونعرف انه هو هذا الشخص اللي كان يراقب اللواء محمد الراوي لما دخل بالاجتماع، وهذا الشخص اسمه فريد يوسف عبد الرحمن. ويقول له
أنا شفت جماعة صدام من حزب البعث مجتمعين من بيت قريب هنا، لكن ميلر ما يوثق بكلامه أو يبقى شاك بي، لأنه ميلر اعتقد أنه هذا الشخص مسوي له كمين حتى يقتلوه. بعدها يقرر ميلر أنه يأخذه وياه حتى يدليه على المكان، ويقررون أنه يأخذون سيارة مدنية على مود ما ينكشفون. بس لما يوصلون يكون الاجتماع خلصان، والقادة بدأوا يطلعون من المكان، بس فجأة يشوفون اثنين طالعين وشالين سلاح، وبسرعة ميلر وفريقه يهجمون على سيارتهم ويعتقلوهم، وباقي القوات يهاجمون البيت ويفتشوه. لكن بنفس الوقت يكون اللواء محمد الراوي طالع من مكان ثاني ومنتظر السيارة اللي جاية تاخذه، فيشوفوه والمساعدين مالته ويهاجموه ويقتلون واحد من عندهم، ويلاحظون انه بالبيت اطفال ونسوان، ويشوفوهم وهم خايفين لانه ما يدرون ليش الامريكان هجموا عليهم. بعدها قدر ميلر وفريقه يلزمون سعيد حمزة ويحاولون ياخذون من عنده المعلومات، ويكون المترجم مالتهم هو فريد، وسعيد يرفض ينطيهم اي معلومات. وبهاي الاثناء عسكري امريكي يقرب عليهم ويقول لهم ان السيارة اللي هربت هي سيارة الراوي، وميلر لما سمع طلع صورة محمد الراوي وشوفها سعيد حمزة وقال له هذا الشخص من المطلوبين لأمريكا واحنا لازم نوصل له، بس سعيد حمزة يرفض ينطيه معلومات للمرة الثانية. فميلر يبلغ القيادة عن سعيد حمزة وقال لهم اكيد يعرف شيء عن مكان اسلحة الدمار الشامل، فالحكومة الامريكية يقررون ياخذوه وياهم ويحققون وياه على مكانات الاسلحة، ولما يستجوبوه يقول لهم ان الراوي هو الوحيد اللي يعرف عن هاي المعلومات، ولما يسالونه عن مكان محمد الراوي يقول لهم موعدوني تحمون عائلتي اذا انطيتكم المعلومات، وبالفعل هم يوافقون. وهنا ينطيهم كتاب بمعلومات خطيرة عن محمد الراوي والاماكن اللي يلتقي بيها. بس فجأة توصل طيارات هليكوبتر امريكية وياخذون سعيد حمزة ويتجاهلون ميلر، وميلر بقى يحكي وياهم وراد يعرف هم وين ماخذينه، بس ما حد يرد عليه، وسعيد بقى يصرخ ويطلب المساعدة ويطلب من ميلر انه ينطيه الدفتر. ولما القائد سمع رجع وسأل ميلر عن الدفتر وقال له شنو هذا الدفتر، فقال له انا ما عندي اي دفتر، لكن القائد ما يصدقه ويضرب ميلر، وميلر يعصب ويبدون يتعاركون. وبنص العركة ميلر يحط الدفتر بجيب فريد بدون ما حد يلاحظ، وفريد يهرب بسرعة، ولما يفتشون ميلر ما يلقون عنده اي شيء، وبعدها يعفوه ويروحون. ونعرف ان هذا الدفتر هو مال اللواء محمد الراوي. بعدها ميلر بقى يدور على فريد وانتشر هو وقواته بكل مكان لحد ما لقوه، واحد جنود ميلر يلزم فريد من رجله، لكن تطلع اصطناعية ونعرف انه هو رجله مقطوعة. لكن هنا فريد يبدأ صيح ويطلب المساعدة من ميلر، ولما يجي ميلر يقول له انا راح انطيك مكافأة كبيرة على مساعدتك الي، فقال له بالبداية شنو اللي قطع رجلك، وفريد قال له انا رجلي انقطعت بالحرب العراقية الايرانية، وقال له انا وافق اساعدكم على مود بلدي مو على مود الفلوس. بعدها ميلر يتصل بمارتن ويقول له على اللي صار وياه، ويقول له انا شفت الراوي، فمارتن يقول له ضروري تجي لانه انا اريد اقابلك، وبالفعل ميلر يوافق. وبهاي الاثناء ميلر خلى فريد يكون المترجم مالته وياخذه وياه، فيروح لمارتن واللي هو موجود بالقصر الجمهوري، ولما التقى بمارتن انطى الكتاب وقال له وصلني سعيد حمزة لان هو اللي راح يوصلنا للراوي، ويقول له اني اتمنى وجود اسلحة دمار الشامل بالعراق والا وجودنا هنا بدون فائدة. فمارتن قال له انه الموضوع معقد ومو سهل، وبعدها يعفى ويروح حتى يغير ملابسه. وبهاي اللحظة تطلع الصحفية لورين وتتعرف على ميلر، وهي تريد تعرف من عنده اذا فعلا اكو اسلحة دمار شامل، بس ميلر ما قبل يجاوبها على اي شيء، فلورين تقول له انا صحفية واذا عرفت شيء اتصل بيها باسرع وقت. بعدها ميلر يروح ويبحث عن معلومات لورين، ويعرف انه هي تشتغل بول ستريت جورنال، ويشوفها كاتبة مقالات عن اسلحة الدمار الشامل، وهي تحكي عن مصدر معلومات العراق اللي اسمه ماكيلان، وهو اللي ينطي المعلومات للمخابرات الامريكية. وبهاي الاثناء يجي مارتن وياخذ ميلر ويشوفه سعيد حمزة اللي جاي يتعذب تحت اشراف كلار، فيروحون عليه ويطلبون من عنده مكان الراوي، بس هو يقول لهم انا ما اعرف مكانه والمعلومات اللي تريدوها هي موجودة بالدفتر. لكن هنا يجي كلارك ويسأل عن الدفتر، فيقول له الدفتر موجود يا مارتن، واذا تريد شيء فروح واسأله. فكلارك قال له انه طريقة شغله مختلفة وانا ما اقدر اطلب من عنده شيء بسهولة، فيقول له ساعدني على مود مصالح امريكا، وبعدها يعفى ويروح. وبهاي الاثناء ميلر يروح لمارتن ويقول له اللي صار وياه، ومارتن يقول له انه كلارك شغله مو تمام وكل اللي يهمه هي سمعته قدام الاعلام الامريكي، وقال له انا قريت الدفتر كله وعرفت اكثر الاماكن اللي يتواجدون بيها وهي موجودة بالقرب من بغداد، واكيد الراوي موجود بواحد من ذني الاماكن، ويقول له احنا لازم نلقاه باسرع وقت ممكن لان هو اللي يعرف الحقيقة، واذا لزمناه راح نعرف من عنده اذا اكو اسلحة دمار شامل او لا. فهنا مارتن ينطي ميلر تصريح دخول للسجن على مود يشوف سعيد حمزة، وقال له لا تنطي اي معلومات لفريق كلارك، وقال له انطي وعد السعيد حمزة انه راح ننطي $1,000,000 ويطلعوه خارج العراق اذا انطى معلومات صحيحة. ولما يطلع ميلر من المكتب يشوف كلارك، وكلارك يقول له طلع قرار نقلك انت ومجموعتك لانه انت رحت للشخص الغلط وتصرفت تصرف غلط. وبهاي الاثناء كلارك يفوت على مكتب مارتن ويسأل عن الدفتر، ويقول له انا عندي اذن من البيت الابيض انه افتش اي مكان، فيأمر الجنود مالته ان
يفتشون مكان مارتن، وبالفعل يلقون الدفتر. بعدها ياخذ الدفتر وينطيه قائد القوات البرية على مود يدورون بالأماكن الموجودة بهذا الدفتر. وبهاي الأثناء ميلر يروح للسجن على مود يقابل سعيد حمزة، لكن هو ماشي بممرات السجن يسمع أصوات المساجين العراقيين وهم دا يتعذبون بأشد أنواع التعذيب. بعدها يفوت على سعيد حمزة وينصدم لما يشوفه وهو دا يتعذب، وهو كان على وشك إنه يموت. فيسألوه عن معلومات يقدر يفيدهم بيها، وسعيد حمزة يقول لهم أن الراوي اجتمع ويا الأمريكان بالأردن وسوى اللي يريدوه الأمريكان. بعدها سعيد يموت، وهنا يروحون على عنوان من العناوين الموجودة بالدفتر ويلقون أكو مجموعة من جماعة صدام حسين موجودين بهذا المكان، فيقتلوهم كلهم. لكن يبقى آخر شخص عايش ويسألوه عن مكان محمد الراوي، لكن هذا الشخص يمتنع على الإجابة ويغلط عليهم، والجنود يضربوه برصاصة ويقتلوه. بعدها ميلر يروح لورين ويسألها عن ماكلان اللي كتبت عنه إن هو مصدر المعلومات عن أسلحة الدمار الشامل، وتقول له أنا عرفت هاي المعلومات من مسؤول كبير، وتقول له حاولت أوصل لماكلان لكن هذا المسؤول منعني، وقال لي إنه مستحيل أقدر أقابله على مود ما يتعرض المصدر للخطر. وميلر قال لها الاجتماع كان بالأردن صح أو لا، فلورين تقول له إيه صحيح. وبهاي الأثناء ميلر يروح لمارتن ويقول له إنه الراوي هو نفسي تماكلان، لكن مارتن يستغرب لأن كلارك قايل لهم إنه ماكلان مخليه بمكان آمن وما حد يقدر يوصل له. ولما يروح يتأكد من المعلومات اللي قال لها ميلر يعرف إنه كلارك يريد يقتل الراوي، لأن الراوي رفض يقول للإعلام أكو أسلحة دمار شامل، وهو يريد ياخذ من عنده اعتراف مسجل وما يريد واحد يوصل لمحمد الراوي قبله، على مود كلارك ما ينفضح أمره وعرف إنه أكو مسلحين قتلوا قيادات بالأعظمية، ويقول له إنه كلارك ما راح يهدأ لحد ما يقتل محمد الراوي قبل ما محمد الراوي يفضحه. بعدها يروحون على أحد الأماكن الموجودة بالدفتر ويطلعون مجموعة من المسلحين أو يقتلون قيادات بمكانات ثانية. وبعدها يلحقون شخص ويسألوه عن مكان الراوي، لكن قبل ما يقتلوه ميلر يلحق عليه ويقتل المسلحين. وميلر قال له أريد أوصل للراوي اليوم، وبالفعل هذا الشخص يوافق يوصله. وهنا ميلر يخابر مارتن ويقول له أنا راح أقابل محمد الراوي، فمارتن قال له أعرض عليه كل اللي يريده لأنه إحنا نريد نعرف الحقيقة. بس فريد يعصب لأن راح يعقد صفقة ويا الراوي، لأن فريد يعتقد إنه كل قيادات صدام هي السبب بتدمير العراق. فميلر قال له نفذ المطلوب من عندك وخليك واثق بيه. وبهاي الأثناء الشخص اللي ميلر نقذه راح للراوي وقال له أكو جندي أمريكي أنقذني من الموت، وقال لي أريد أقابل الراوي بأسرع وقت ممكن. وبهاي الأثناء قائد القوات البرية يتصل بكلارك ويقول له إنه ميلر قتل أحد جنودنا، فكلارك طلب من عنده إنه يحدد موقع ميلر بأسرع وقت. وبالفعل قدر يعرف إنه ميلر موجود بالأعظمية، وكلارك قال له راقب ميلر لين راح يوصل لمحمد الراوي قبلك، وإحنا لازم نقتل محمد الراوي قبل ما يقول أي معلومات لميلر. وبهاي الأثناء قائد القوات البرية يتوجهون بالطيارات والهمرات للأعظمية وأخذوا أوامر من البيت الأبيض بقتل محمد الراوي. وهنا نشوف ميلر وهو يروح وحده على مود يقابل محمد الراوي، ونعرف إن أكو جنود مراقبين من بعيد حتى يحموه ويأمنون طريقه. وهنا يطلع جندي عراقي وياخذ ميلر على مود يشوف الراوي. بس قبل ما يوصل للراوي الحكومة الأمريكية تعلن تفكيك حزب البعث وإسقاط كل حكومة صدام وإعفاء كل القادة والعسكريين من مناصبهم. ويكون محمد الراوي شايف هذا الخبر على التلفزيون، فيستعد هو وجماعته بالأسلحة على مود يحاربون الأمريكان، ويقررون إنه أول عملية يسووها إنه يخطفون ميلر المكان سري. فمارتن لما سمع بالخبر بسرعة يتصل بميلر، لكن حراس محمد الراوي سمعوا الموبايل وذبوه من السيارة، ومارتن عرف إنه ميلر انخطف. وهنا نعرف إنه جنود كلارك مراقبين الوضع من بعيد وشافوا السيارات اللي خطفت ميلر. وبمشهد ثاني نشوف ميلر وهو مربوط، فيفوت عليه محمد الراوي ويقول له أنت منو وشنو تريد من عندي؟ فميلر قال له أنا ضابط بالمخابرات الأمريكية وأريد أسلمك للعدالة، ويقول له أنا يعرف أنت ردة تبلغ الحكومة الأمريكية عن أسلحة الدمار الشامل. لكن الراوي يضحك ويقول له إنه ماكو أسلحة دمار شامل بالعراق، وأنا بلغت حكومتك إنه البرنامج النووي العراقي اتفكك قبل عام 1991، ويقول له إن حكومتك هي اللي صنعت الأكاذيب على مود يتخلصون من صدام وينهبون ثروات العراق. وهنا ميلر يتأكد بخيانة بلده وخيانة كلارك وكل اللي ساعدوه بالحرب، ويعرف إنه كل الجنود الأمريكيين ما يدرون شنو سبب الحرب على العراق. فهنا الراوي يسأل ميلر ويقول له عندك رسالة إلي تريد تقولها؟ فميلر يقول له أنا ما عندي رسالة، بس أريدك تسلم نفسك لأنه أكو أشخاص بالحكومة راح تساعدك وتسمعك، لأن هم محتاجين مشاركاتكم بكشف أكاذيب الحرب على العراق. فالراوي قال له حكومتك فككت الجيش وأنا ما أخطر بحياتي ويا ناس ما يوفون بوعودهم. وبهاي الأثناء وصلوا جماعة كلارك وحاصروا المكان اللي موجود به ميلر ومحمد الراوي، وبالفعل يهجمون عليه وتصير اشتباكات عنيفة بهذا المكان بين جماعة محمد الراوي وجماعة كلارك. وهنا محمد الراوي عباله أنه ميلر ناصب لفخ، فيضربه ويقول له المساعدة أقتله على الفور، بس ميلر قدر يقتل الشخص اللي حاول يقتله وقدر ياخذ سلاحه ويركض ورا محمد الراوي بالشوارع الضيقة، وجماعة كلارك يركضون وراهم. بعدها
يصير اشتباك جدا قوي بيناتهم، وبنفس الوقت تكون اكو طيارة امريكية مراقبة الراوي، بس جماعة الراوي قدروا يوقعون هاي الطيارة ويسيطرون على الوضع، والراوي بسرعة ياخذ سيارة ويهرب، وقاد القوات البرية وميلر يلاحقون محمد الراوي، ولما يوصلون اليه قاد القوات البرية راد يقتل محمد الراوي، بس ميلر منعه، فهنا يجي واحد من جماعة الراوي ويقتل قائد القوات البرية الامريكية، لكن بعدها ميلر قتله، وبهاي الاثناء ميلر يحاصر الراوي على مود ياخذه ويسلمه للحكومة الامريكية، بس محمد الراوي قال له انت متأكد من حكومتك بواشنطن، تريد الخير للعراق؟ لكن قبل لا ميلر يجاوبه يطلع فريد ويقتله، وميلر يعصب عليه، وفريد يقول له مو انت اللي تقرر مستقبل العراق شلون يصير، لان العراق للعراقيين وهم يحددون مستقبلهم، فميلر يقول له روح قبل ما يلزموك الجنود الامريكيين ويتهموك بقتل محمد الراوي، ولما ميلر يرجع للمقر مالته يكتب تقرير ويقول بي انه اللي تسببوا بحرب ضد العراق مو لاجل الصالح العام وانما لاجل مصالح شخصيه، ونفى وجود اسلحه دمار شامل بالعراق ووصفها بالاكذوبه، ورسل التقرير للورين حتى تنشر الخبر. بعدها يطلع الزبيدي بمؤتمر واللي صار رئيس الحكومه العراقيه، ولاحظ وجود كلارك وهو فرحان بتنصيب الزبيدي، فيروح ميلر على كلارك وينطيه نسخه من التقرير ويقول له انا ادري بيك، انت اخترعت شخصيه ماكيلان ووصلت للي تريده. فكلارك يقول له حتى لو انت عرفت بالحقيقة من اللي راح يصدقك، ويبقى يستفز ميلر، فيبدأ ميلر يعصب ويتعارك وياه وبعدها يريد يضربه، لكن يجون الناس ويفاككوهم ويبعدون ميلر. بعدها لورين تشوف تقرير ميلر وتقرأ المعلومات اللي وصل لها، وهنا تقرر ان توزع التقرير على كل الصحف العالمية وتكشف الحقيقة وتفضح امريكا. وبعد مرور ايام بسيطة جدا ينسحب ميلر من القوات الامريكية اللي جاي تحارب بالعراق، لانه عرف انه امريكا دخلت باكذوبة لاجل مصالح شخصية، ولهنا تكون نهاية الفيلم.